بتنأكد مرة أخرى أن خريطة الطريق 2022-2026 هي تتحدد أهداف قابلة للقياس وخلال واحد المدة معينة ديال العمل الحكومي، وهي منسجمة كما تمام الانسجام مع قانون الإطار ومع مرجعيات النموذج التنموي. في الحقيقة هذه خريطة الطريق هي ما تتعودش دير التشخيص اللي داروا المجلس الأعلى واللي دارته واحد العدد ديال التقارير، تتحاول توضع واحد البرنامج اللي هو عملي وتشوف كيفاش التنزيل ديالو وكيفاش نجعلوا كل الشركاء وكل الأطراف اللي هي معنية تساهم في التنزيل ديال هذا الهدف. لأن الصعوبة ماشي هي الأفكار وماشي هي الأهداف وماشي هي كيفاش التنزيل ديالو باش هذه الأفكار وهذه الأهداف توصل داخل القسم ويكون عندها أثر على جودة التعلمات وجودة التعليم داخل 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 القسم. هذا هو الهدف، ولهذا احنا مشينا واشتغلنا على ثلاثة ديال المحاور اللي هنا اعتبرناها أساسية. المحور الأول هو التلميذ، وفي الحقيقة مثلا نقول التلميذ انطلاقا من التعليم الأولي، وحنا بدينا واحد العدد ديال الإصلاحات فيما يخص التعليم الأولي، ومن بعده التعليم الابتدائي وكيفاش نحسنوا الجوده ديال هذا التعليم الابتدائي، وكيفاش التعليم الثانوي حتى هو نجعلوه مسارات اللي هي تتلائم مع الحاجيات ديال التلاميذ. هناك جانب ثاني اللي هو تتكلف بالمدرس، وهنا هذا الحوار الاجتماعي اللي باش نهيئوا واحد النظام اساسي داخل في هذا الاطار. اذا ما حنا ماشي تنعاودوا ونعاود نرجعوا نقطه الصفر، حنا هذه كاين واحد الاستمراريه، ولكن دابا دخلنا في التفاصيل، دخلنا في العمق ديال الاصلاح، والعمق ديال الاصلاح حنا ما باغيينش نجيو بواحد الاصلاح اللي هو كاين واحد التصور على الصعيد المركزي ونزلوه. هذا تيعني بان هذا النقاش اللي الان تيجري مع نقابات بوند باش ندخلوا التفاصيل ديال كل المحاور اللي هي تنعتبروها اساسيه باش تكون في واحد النظام اساسي ديال المدرسين اللي تهيئ المدرس ديال غدا الحقيقه. لان واحد النظام اساسي راه معمول باش يبقى صالح واحد 20 سنه منين وضعوه. هذا تيعني خصنا نشتغلوا مع الشركاء باش التنزيل ديالو. نفس الشيء فيما يخص المدرسه، وانتم تكلمتوا على المحيط ديال المدرسه، تكلمتوا على الانشطه الموازيه، تكلمتوا على واحد العدد، على مشروع المؤسسه، واحد العدد ديال المواضيع اللي هي اساسيه، ولكن هذه المواضيع كلها راه خصنا نبنيوها مع الشركاء، وهذا هو الهدف من هذه المشاورات. شكرا.